المغرب القوي الحبيب إلى الله أكثر من المغرب الضعيف، هو الذي ستصنعونه بأيديكم حضرات السادة، ستصنعونه لأنه القوانين تنقسم إلى قسمين، منها ما يعطي أكله في الحين، ومنها ما يعطي أكله على عشرات السنين. فسواء كانت نتيجة تدبيركم وتفكيركم ومداولاتكم، سواء كانت نتائجها آجلة أم عاجلة، فستكون تبعاتها عليكم وعلى مغرب الغد، ذلك المغرب الذي نريده قويا ليكون حبيبا إلى الله.